ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بانعقاد مجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة في خطوة تجسد حرص أبناء الشعب اليمني الشقيق وتمسكهم بقيادتهم الشرعية وثوابت الوطنية من أجل تحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء. وتؤكد وزارة الخارجية أن مشاركة مملكة البحرين في افتتاح دورة الانعقاد غير الاعتيادية لمجلس النواب بالجمهورية اليمنية الشقيقة والتي عقدت اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت تعكس التزام مملكة البحرين ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتوصل لحل سلمي شامل بما يكفل استتباب الأمن والسلم بالجمهورية اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216، وبما ينهي كافة أشكال التدخلات الإيرانية التي تهدد وحدة اليمن وسلامة أراضيه وجواره الإقليمي.